يا ابني الحياة مدرسة واحنا يدوب تلاميذ، والناس ولا كويسة ولا حد فيها جليس، ما هي ماشية بالفهلوة ولا حتى فيها أنيس، وهي لينا متزوقة فدماغنا ليه ترابيس، وقدرنا فيها نعيشها وهي تدي لينا دروس، فعشان بجد تعيشها مطاطي يوم الراس، ده الدنيا صعبة دروسها وخدودنا ليها مداس. اهو ياما قالوا زمان العلم في الراس، وان كان لابد كمان اكتب ده في الكراس، ولا تدي حد امان، احذر جميع الناس، خليك اكيد انسان، ده الاحتياط احساس، عيش الحياه بايمان، راح ترضي رب الناس، واياك تعيش متهان، خليها قاعدة أساس، لو ترضى بالبهتان هتموت وراح تنداس. كلماتي دكتورة ولاء حجازي، في أمان الله.